بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح وانطلاقة ثاني أيامنا ضمن هذا السباق المحلي الثالث. مشاهدينا الكرام، على بركة الله ينطلق رابع أشواطنا في هذا الصباح، شوط خاص بالقعدان العمانيات وانطلاقات سن الثنايا الحاضرة في هذا الصباح. على بركة الله مشاهدينا الكرام، نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه الأسماء المنطلقة في هذا الشوط في منافسات الكبار في تحدي أشواط العمانيات. مشاهدينا الكرام، أبدأ بالبداية، أتابع أول المراكز وأول المنطلقين، هملول راشد بن صقر بن شاهين المريخي من يبدأ بالبداية والصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء والقادم في هذه اللحظات من يتقدم، مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرحب هنا مع ثاني المراكز، بينما أتابع ثالث الأسماء وصول من ضاوي راشد بن سالم بن حاكم المالكي يتقدم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء أتابع الشعار القادم في هذه اللحظات هنا معزم سالم بن عزام بن خاتم النعيمي القادم مع معزم مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء وصول من شاهين بشعار ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة يتقدم مع خامس المراكز. هذه الأسماء، هذه الشعارات المنطلقة في هذا الشوط، ولكن أعود مع البداية، أتابع الصدارة، أتابع التقدم، هملول على أول المراكز بشعار المريخي يتقدم الجميع، ينطلق بالبداية راشد بن صقر بن شاهين المريخي هنا مع البداية وانطلاقة هملول على الصدارة، بينما أتابع ثاني الأسماء والقادم في هذه اللحظات هنا مع ثاني المراكز، مدلل يصل ينطلق مع ثاني المراكز محمد بن حسين بن محمد الجرحب هنا قادم في هذه اللحظات يقدم مدلل، بينما أتابع وصول هناك من الجانب الآخر، وصل شاهين ناصر بن محمد بن ناصر الفزيرة يتقدم مع هذه اللحظات مع انطلاقة شاهين، بينما أتابع اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات، وصل الحاسم حمد بن صالح بن حمد النابت الملي قادم أيضا الحاسم في هذه الانطلاقة في هذا التحدي هنا مع رابع المراكز، بينما خامس الأسماء أتابع الوصول من ضاوي راشد بن سالم بن حاكم بن سعيد المالكي القادم من السلطنة هنا يتقدم مع خامس المراكز بهذه اللحظات، ولكن أتابع الأسماء القادمة في هذا الانطلاق والتحدي. هناك أعود مع البداية، أعود مع الصدارة مع هملول يقود هذه المسيرة إلى هذه اللحظات. الله يا المريخي، تابع وركز هذا مع هذا التقدم وانطلاقة هملول راشد بن صقر بن شاهين المريخي على البداية، ولكن بالجرحب يتابع الموقف يقدم مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرحب هنا قادم في هذا التقدم، بينما أتابع وصول هنا من شعار الفزيرة يتقدم مع شاهين ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة هنا قادم في هذه اللحظات، بينما أتابع
من الجانب الآخر، وصول من الحاسم. من سوف يحسم هذا الشوط؟ الحاسم قادم مع رابع المراكز، حمد بن صالح بن حمد النابت المري، بينما خامس الأسماء أتابع الشعار البرشلوني القادم. الله الله هنا أتابع تقدم معزم سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. الله يا الأسماء، الله يا الشعارات في شوط العماريات. الكل يتابع، الكل يراقب هذه اللحظات، ولكن العودة هناك مع هملول. هملول هناك مع البداية والصدارة، ينطلق مشاهدين الكرام هملول بشعر راشد بن صقر بن شاهين المريخي، يقود المسيرة، يتقدم هذه الأسماء منذ البداية على الصدارة. الله يا المريخي حافظ على هذا التقدم، ولكن أتابع الوصول من مدلل محمد بن حسين بن محمد الجرح بقادم، قادم في هذه اللحظات هنا مع انطلاقة مدلل مع ثاني المراكز، ولكن أتابع، أتابع التقدم، أتابع هذا التحدي. وصل معزم، معزم على الناموس، معزم على الانتصار. هنا وصل شعار البرشلوني، شعار سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، يعشق أيضا هذه السلالات. هنا مع شوط العمانيات مع معزم يتابع هذا التقدم، معزم مع ثالث المراكز، بينما الاسم، الاسم القادم وصل الريح، يصل الريح. مشاهدين الكرام، حمد بن محمد بن سالم بن جهويل في هذا النداء يصل الريح مع رابع المراكز، وهناك أتابع، أتابع خامس إلى أسماء. مشاهدين الكرام، شاهين ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد البزيرة. الله 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 يا الأسماء، الله يا الشعارات، ولكن العودة هناك، العودة مع هملول وانطلاقة هملول وسلالة جبار، من تنطلق على البداية والصدارة، ولكن الخطر القادم، الخطر القادم في هذه اللحظات. وصل معزم، معزم على الناموس، معزم على الانتصار. الله يا بن عنزان يتقدم مع معزم على البداية والصدارة. سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي ينتزع البداية، ينطلق مع معزم، بن جرحب مع مدلل، بن جرحب مع مدلل، محمد بن حسين بن محمد الجرحب قادم، وهنا أتابع بن جهويل، بن جهويل يصل مع ثالث المراكز، وصل الريح. حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، الله الله، شوف القادم، وصل مرحب. محمد بن حمد بن سريع آل سريع الشهواني يصل في هذه اللحظات، وصلت الأسماء. سلهود قادم، فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل، الله الله الله، ولكن العودة مع الكيل الأخير. الريح يا بن جهويل يغادر الجميع، ينطلق الريح. الله 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 على هذا الأداء هنا مع الريح. حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يغادر الجميع، ينطلق بناموس هذا الشوط، ولكن أتابع، وصل مرحب. الله يا ابو سريع قادم في هذه اللحظات، هنا مع مرحب محمد بن حمد بن سريع الشهواني قادم مع ثاني المراكز، وهناك أتابع وصول من سلهود، فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل، ولكن أعود، أعود مع الصدارة، أعود مع البداية. بن جهويل يغادر الجميع، ينطلق مع الريح بشوط العمانيات، شوط العمانيات مع الريح. يسجل هذا الشوط بانطلاق مميز بشعار بن جهويل. حمد بن محمد بن سالم بن جهويل يبدأ ببداية قوية في هذا الموسم، يقدم هذه الأسماء. هنا الريح، ولكن أتابع، وصل مرحب. هناك شعار بسريع قادم مع اللحظات الأخيرة، ولكن الريح، الريح هنا مع الصدارة، مع الصدارة. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لمالك الريح حمد بن محمد بن سالم بن جهويل على هذا الفوز والانتصار ثاني المراكز. وصل مرحب محمد بن حمد بن سريع
آل سريع الشواني، وثالث المراكز كان الوصول لمشاهدينا الكرام من صولجان حمد بن محمد بالكردية المرقس المري، رابع المراكز كان الوصول وصل في ثالث المراكز شاهين لهزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري، ورابع المراكز صولجان لحمد بن محمد بكردي المنقس المري، وخامس المراكز كان الوصول من سلهود فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تابعنا شعاري بن جهويل خاطفي ناموس شوط القعدان العمانيات، قدم لنا الريع بانطلاق مميز، هنا نتابع الريع ولحظة وصوله إلى خط النهاية، والتوقيت الزمني 9:30:64 من الثانية الثانية لحمد بن محمد بسالم بن جهويل على هذا الفوز والانتصار، بينما وصل في ثاني المراكز كان الوصول من مرحب بتسع دقائق 32 ثانية، 88 جزء من الثانية الثانية لمحمد بن حمد بن سريع على سريع الشهواني، وثالث المراكز كان الوصول من شاهين بتسع دقائق 33 ثانية بالوفاء والتمام. التهنئة لهزاع بن عجلان بن